أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة في الله، هذا هو اللقاء 17 في سلسلة أفلا تذكرون. نتابع أهمية الوقت وهذه النعمة التي سخرها الله لنا، وهي أول شيء سنسأل عنه. أربعة أشياء سنسأل عنها يوم القيامة، عن عمرنا فيما أنفقناه، أين ذهبنا بهذا العمر، أين ذهبت بهذا الوقت. غالبا أيها الأحبة، ما يقف كل واحد منا أمام خيارين أو عدة خيارات، وعليه أن يتخذ القرار الصحيح. طبعا علماء النفس يؤكدون حديثا أن عملية اتخاذ القرار ليست عملية لحظية، يعني لا تتم خلال ثانية، بل تخضع لتفاعلات كثيرة ومعلومات تراكمية موجودة ومخزنة في دماغك. ولذلك كلما كان استثمارك للوقت أفضل، كلما كان دماغك منظما بشكل أفضل، وكانت قراراتك صائبة أكثر. معظم أبحاث إدارة الوقت اليوم تعتمد على جمع المال، كلها لها هدف واحد، كيف تكسب المال. طبعا نحن المسلمون لا نضع يعني المال كهدف، بل هو وسيلة لتحقيق أهداف أسمى، مثل التصدق على الفقراء، الإنفاق على الأهل والأولاد، وإنفاق المال فيما يرضي الله تبارك وتعالى، في نشر هذا العلم النافع، في علاج مرضى، في مثلا أي عمل يعني يرضي الله عز وجل. لذلك المؤمن بحاجة لثقافة إدارة الوقت ليتمكن من العيش بشيء من الرفاهية دون إسراف ولا تقتير. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فالإسلام أيها الأحبة دين الوسطية. التبذير هو عمل شيطاني، والشح هو عمل شيطاني أيضا. الاعتدال بينهما هو الطريق المثالي الذي أمرنا الله تبارك وتعالى به. لقد ربط الله عز وجل أيها الأحبة في كثير من الآيات بين الرزق والتقوى، فأهم عنصر من عناصر التقوى استغلال الوقت في الأعمال الصالحة، والثقة طبعا بأن الله تعالى قادر على رزقك، قادر على عطائك. نحتاج ثقة بالله. للأسف أنا يمكن أن أقول لكم باختصار إن سبب تعاستنا نحن اليوم في هذا العصر عدم ثقتنا بكلام الله تبارك وتعالى، عدم ثقتنا بعطاء الله وبقدرته عز وجل. بسبب أنك غير واثق أن الله قادر على أن يرزقك في الوقت المناسب وبالكمية المناسبة، بسبب عدم وجود هذه الثقة لديك، فإنك تلجأ إلى الدنيا وإلى الناس، وقد يخذلك هؤلاء الناس فتشعر بتعاسة أكبر. لذلك نحن نحتاج للثقة بالله تبارك وتعالى، وعندما تستغل وقتك في رضا الله سيسخر كل شيء لخدمتك وسييسر لك أسباب الرزق. لذلك أقول أيها الأحبة، إن الإدارة الناجحة للوقت تعني المزيد من الرزق بإذن الله تبارك وتعالى. طيب أنت تريد أن تستثمر وقتك ولكن تشعر بأنك مكبل. السبب الرئيسي كما قلنا سابقا عدم وجود هدف لديك.
يجب أن يكون لديك أهداف وتدرك أو تعرف كيف تحقق هذه الأهداف، كيف تستثمر هذا الوقت. لا يتم ذلك إلا إذا اقتنعت بالفوائد التي ستعود عليك جراء استثمار هذا الوقت. لو أردنا أن نعدد فوائد الإدارة الفعالة للوقت سوف نحتاج لمجلدات أيها الأحبة، ولكن يكفي أن نقول إن الإدارة الصحيحة للوقت على ضوء القرآن الكريم والسنة المطهرة تعني حل، دققوا معي أيها الأحبة، أول فائدة حل العديد من مشاكلك بأقل جهد ممكن. نفس المشكلة قد أتعرض لها أنا وأنت، ربما أحدنا يمكث أشهر لا يجد حلا لهذه المشكلة وقد تنتج عنها مشاكل أخرى، والآخر قد يحلها بثانية. يعني مشكلة بين رجل وزوجته مثلا بسبب كلمة تلفظت بها هي أو هو، هذه المشكلة يمكن حلها باعتذار بسيط وبكلمة طيبة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والكلمة الطيبة صدقة. يعني يا أخي تصدق على زوجتك بهذه الكلمة الطيبة وانتهت المشكلة، لا تأخذ أكثر من 5 ثواني انتهت. ولكن أنت إذا لم يكن لديك، لم تكن هذه المعلومة لديك ولم يكن في دماغك أن اعتذارك هذا هو صدقة لك تجدها عند الله، ولو كنت محقا ولو كنت أنت على حق، تريد أن تعالج مشكلة صغيرة في البداية لتتجنب مشاكل أكبر، فتقوم بكلمة طيبة وتعالجها وتتسامح. شخص آخر يعاند ويبدأ النقاش يتطور ويأخذ أشهرا وقد ينتهي بالطلاق، ويكون سبب ذلك هو أمور صغيرة جدا. معظم مشاكل الطلاق أيها الأحبة إذا حللنا الأسباب الرئيسية نجدها مشاكل تافهة، هو قال كلمة وهي ردت بكلمة وفلان قال كلمة، يعني كلها مشاكل بسيطة تطورت وتحولت إلى مشكلة كبرى أدت إلى الانفصال. لذلك عندما تثق بالله وتذكر الله وتتوكل على الله وتسلم أمرك لله عز وجل وتقول يا رب أعني على استثمار وقتي هذا بشكل أنت تكون راضي عني، سيساعدك الله عز وجل على حل مشاكلك بأقل جهد ممكن، وهذا يعني مزيدا من الاستقرار الاجتماعي والنفسي. لأنك إذا كانت حياتك الاجتماعية في منزلك مضطربة، كيف ستستثمر هذا الوقت؟ كيف ستشغل وتستفيد من هذا الوقت ليكون وقتك فعالا وتقدم أعمال نافعة خلال الوقت المتاح لك كل يوم وهو 24 ساعة؟ مشاكلك في البيت سوف تنتقل إلى العمل، والعكس أحيانا مشاكلك في العمل تنتقل إلى البيت وتتعكر حياتك بالكامل. والقضية يمكن حلها كما قلت بتقنيات بسيطة جدا علمنا إياها النبي عليه الصلاة والسلام. النبي قال وتبسمك في وجه أخيك لك صدقة، ابتسامة يمكن أن تحل مشكلة. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام والكلمة الطيبة صدقة، أنت عندما تتحدث بكلام طيب يجب أن تتخيل أنك تنفق شيئا من المال صدقة لك، وهذا أثبت علميا على فكرة، تحدثنا عن ذلك. عندما يسيء أحد إليك فكر أن تتسامح وتعفو كما أمرك الله بذلك، والله أمر نبيه فاعف عنهم وأمرنا بالتسامح وأمرنا بالعفو وجعل العفو اسما من أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى. إذن أيها الأحبة أنت عندما تتسامح
والله يمكن أن تحل مشكلة كبرى قد تنتهي بالموت. يعني عراك بسيط بينك وبين أحد السائقين نتيجة تصادم بسيط يمكن أن يؤدي بأحدكما أن يقتل الآخر، بينما إذا تسامحت مع أنه هو المتسبب، تسامحت وقدمت له ابتسامة وكلمة طيبة وعفوت عنه، ستوفر الكثير من الوقت والجهد والمال، وتوفر الكثير على صحتك، لأن هذه المشاكل تشكل ضغطا على القلب، الغضب والانفعالات تشكل ضغطا قويا على القلب، سوف تحتاج إلى علاج لأمراض القلب التي ستحدث معك فيما بعد، وبالتالي أنت الخاسر. إذن أيها الأحبة، التسامح، المغفرة، العفو، الصفح عن الآخرين، الكلمة الطيبة والابتسامة، تقنيات بسيطة جدا سوف تعود عليك بفوائد كبرى، وستوفر لك معظم الوقت، سيصبح لديك وقت فراغ. إذن أحد أهم أساليب استثمار الوقت التسامح مع الآخرين، لأن هذا التسامح يعني الاستقرار في حياتك الاجتماعية والنفسية، وهذا يعني المزيد من الاستقرار العاطفي داخليا والشعور بالسعادة والقوة والتفاؤل، وهذا يعني التخلص من التراكمات السلبية التي تنهك طاقات الإنسان، وهذا يعني أيضا التخلص من الحزن والقلق، ويعني أخيرا أنك بدأت حياة جديدة لن تستطيع الكلمات أن تصفها، لكن بمجرد أن تعيش هذه التجربة ستدرك روعة وأهمية تنظيم الوقت. يا أخي، لنستفيد من عالم النمل. في عالم النمل نجد أفضل أنواع إدارة الوقت. سبحان الله، هذا المخلوق الذي خلقه الله قبل مئات الملايين من السنين موجود على الأرض، يستثمر وقته بصورة فعالة أكثر من البشر، شيء غريب. النملة لا تترك دقيقة واحدة تمر عليها دون عمل. يعني راقبوا النمل، هل تجد نملة جالسة هكذا حالة عمل؟ تقوم بالتعاون والتنسيق مع بقية أفراد المجموعة، تستثمر الوقت بصورة رائعة، بل تقوم بأعمال ربما يعجز عنها الإنسان في تنظيم وبناء المستعمرة. يعتبر العلماء أن النمل لديه طريقة فنية في إدارة الوقت، والسؤال هل نتعلم من هذه المخلوقات الصغيرة؟ يعني إذا كانت النملة تستثمر وقتها وتتسامح مع غيرها، وقد تتعرض للموت في سبيل أن تضحي بنفسها من أجل حياة الآخرين، راقبوا جسور النمل الحية. النمل يصنع من جسده جسرا حيا يمسك ببعضه، وقد تموت بعض النملات لتعبر بقية النملات فوقه لاختصار المسافة وتوفير الوقت. تصوروا أيها الأحبة، النمل عندما يبني جسورا يمسك ببعضه البعض بطريقة رائعة، وتعبر النملات فوق هذا الجسر لاختصار طريق قد يكون يعني طوله عدة أمتار، يختصرونه بعدة سنتيمترات ربما، فتعبر هذه النملات فوق أجساد هذا الجسر الحي، وهناك نمل يموت، ونمل يتعرض للأذى، ونمل يتألم، على الرغم من ذلك تجده متماسكا من أجل ومتسامحا ويضحي بنفسه من أجل سعادة المستعمرة. فماذا عنا نحن البشر الذي أعطانا الله عقولا وأعطانا أفئدة وأعطانا حكمة؟ ألا نتسامح وننظم ونستثمر وقتنا الذي سنضيعه في المشاكل وفي العراك وفي الكلام الفارغ هذا
والانفعالات والغضب نستثمره في عمل مفيد. إذن أحد أهم قواعد تنظيم الوقت أيها الأحبة هو التسامح. يقول الخبراء إن تنظيم الوقت يعتمد قبل كل شيء على الزمن المتوافر لديك. أنت منحك الله كل يوم 24 ساعة، لا يمكن لك أن تأتي بزمن أطول. 24 ساعة هذا هو الوقت المتاح لك. هناك وقت للنوم لنقل بحدود 6 ساعات. طبعا أيها الأحبة هذا النوم يفضل أن يكون على مرحلتين، يعني مرحلة مثلا في الليل 4 أو 5 ساعات مثلا، وفي النهار ممكن ينام ساعة أو ساعتين، بحيث أنك لا تنام لفترة طويلة لأن هذا يؤذي القلب ويسبب لك بعض الأمراض، وهذا أيضا سيأخذ من وقتك، المرض سيأخذ الكثير من وقتك. إذن قلنا اليوم 24 ساعة، إذا استثنينا منه 6 ساعات النوم لديك 18 ساعة، هذه المدة التي يجب أن تنقص منها ما يقوم به الإنسان من قضاء لحاجته، طعام وشراب. يعني يتبقى لدينا تقريبا إذا اعتبرنا أن قضاء حاجة الإنسان ساعتين يتبقى لدينا 16 ساعة. هناك أشياء ينبغي أن نفعلها نحن كمسلمين، الوقت مقدس بالنسبة لنا، وعلى رأس اهتماماتنا نحتاج إلى أداء الصلوات الخمس. لنقل إن مدة هذه الصلوات إذا أردنا أن نؤديها بشكل بخشوع ستأخذ معنا ساعة مثلا، طبعا ربما أكثر أو أقل، ولكن نحن نقول وسطيا. إذن أصبح لدينا الوقت المتبقي 15 ساعة. هناك فترة عمل يلتزم بها معظم الناس من أجل لقمة العيش، مثل وظيفة أو عمل حر أو تجارة أو دراسة. هذه المدة تكون بحدود 8 ساعات يوميا، يبقى لديك وقت الفراغ 15 ناقص 8 يبقى لديك 7 ساعات. فتصور أن معظم وقتك 24 ساعة ذهب في أمور لابد منها مثل النوم والعمل والطعام والشراب وكذا، بقي لديك 7 ساعات يمكن أن تستغلها في أشياء نافعة، ولكن للأسف معظمنا لا يستثمر هذه الساعات السبع في أي شيء، ويشعر بأن الوقت ليس له بركة، يشعر بأنه ليس لديه وقت. هذه الفترة أيها الأحبة كافية لتقوم بأشياء كثيرة، على رأسها حفظ القرآن. هل فكرت أن تأخذ من وقتك مثلا أن تقوم بوضع جدول وتقول أنا سأعطي كل يوم من وقتي ساعة فقط لحفظ القرآن؟ هذه الساعة ستعطيك معلومات وتعطيك أشياء في دماغك، سوف تعينك على التسامح مع الآخرين والعفو عنهم والكلام الصالح، وستزيد نسبة الذكاء في دماغك، لأن القرآن موسوعة علمية وكونية واجتماعية ونفسية والتشريعية وفقهية، موسوعة كبيرة جدا. أنت عندما تحفظ القرآن في دماغك يعني أنت امتلكت أكبر موسوعة على الإطلاق، فهذا سيساعدك أيضا في تنظيم الوقت. ستتغير حياتك أيها الأحبة، ستتغير حياتكم بشكل كبير إذا حفظتم القرآن. وأنا أقول لكم هذا الكلام عن تجربة، حتى لو حفظت بعض أجزاء من القرآن، ولكن ليس حفظ مجرد حفظ، لا، بخشوع وتدبر وتأمل وتعمق وتأثر، وهذه المعلومات التي يقدمها لك القرآن تضعها في دماغك وتبدأ بالاستفادة منها، ستجد أن حفظ القرآن سيغير حياتك بالكامل ويمنحك الكثير من الوقت ويساعدك على حل كثير من المشاكل بسهولة، مما يوفر لديك الكثير من الوقت. وأخيرا أيها الأحبة، نسأل الله تبارك وتعالى
أن يعيننا على استثمار وقتنا بالشكل الذي هو يرضاه عنا، وأن يكون لدينا هذا الحافز لاستغلال هذا الوقت، هذه النعمة التي سنسأل عنها أمام الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نستودعكم الله، نستكمل إن شاء الله في اللقاء القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فبأي حديث